معانا دلوقتي كمان زميلتنا لمياء موافي من معرض المدينة المنورة للكتاب واللي بتنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، واللي انطلقت فعالياته يوم 30 يوليو هينتهي يوم 5 أغسطس. هنعرف أكتر عن المعرض من لمياء. أهلا بيك يا لمياء. أهلا بك رانيا، بالفعل أحييك من معرض المدينة المنورة للكتاب في دورته الثالثة. المعرض بيشارك فيه أكثر من 300 دار نشر من 16 دولة عربية وأجنبية. مصر ثاني أكبر دولة مشاركة في المعرض بعد الدولة المضيفة المملكة العربية السعودية. بتشارك مصر بأكثر من 80 دار نشر في مختلف الأقسام التي تشارك فيها معظم دور النشر هنا في معرض المدينة المنورة للكتاب. أنا معي أحد العارضين والناشرين المصريين، أتعرف على حضرتك؟ سليمان محمد، ناشر سكندري. لو كلمنا عن مشاركتك في معرض المدينة المنورة للكتاب، وهل دي أول مشاركة ليك؟ يعني كان في يعني دورتين قبل كده. دي تاني مشاركة لنا في المعرض، وما شاء الله مشاركة كانت المشاركة العام الماضي موفقة جدا، وكانت فرصة لترويج إصداراتنا، وفي إقبال من الجمهور السعودي جيد جدا على كتبنا يعني. وإحنا عندنا كتبنا بتتراوح ما بين الكتب الأدبية وكتب اللغة العربية وكتب الطفل والكتب الدينية المختصة بعلوم القرآن. لو كلمنا عن يعني الذكاء الاصطناعي، وهو من أحد المحاور اللي بتطرح السنة دي هذا العام في معرض المدينة المنورة لكتاب، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الكتب والإصدارات المختلفة، إيه رأي حضرتك في هذه النقطة؟ لا، الكتاب الورقي لن يتأثر أبدا. الكتاب الورقي له مذاق خاص وله رونق خاص لدى محب القراءة. أنا كقارئ أفضل أقرأ من كتاب عن إني أقرأ من كمبيوتر ولا من موبايل يعني كده. يعني بنقول إن مصر ثاني أكبر دولة مشاركة في معرض المدينة المنورة للكتاب من خلال الإصدارات المتميزة للناشرين المصريين. مصر لها ثقل كبير في المجال ده، يعني تكاد تكون هي أقوى دولة في مجال النشر على مستوى العالم العربي، وده واقع يعني. يعني بننتقل بكم لدار نشر مصرية أخرى هنا بتشارك في معرض المدينة المنورة للكتاب، أتعرف على حضرتك؟ أهلا وسهلا عبد العزيز راشد. أستاذ عبد العزيز، حضرتك صاحب إحدى دور النشر اللي مشاركة في معرض المدينة، دي أول مشاركة ليك؟ لا يعني شاركنا قبل كده الحمد لله رب العالمين. انطباعك عن المعرض ومشاركتك في السنوات الماضية؟ والله السنوات الماضية كويسة الحمد لله وجميلة يعني الحمد لله رب العالمين، وشغالة يعني في إقبال عموما. لسه أول يوم، لسه ما يقيمش اليوم يعني. الإصدارات اللي حضرتك مشارك بيها؟ إصدارات دينية وأدبية يعني تمشي للكبار تمشي لعامة الناس وتمشي للمتخصصين من طلبة العلم، وتمشي لبعض يعني النشأة الصغيرة شوية يعني. بنقول أن مصر هي ثاني أكبر دولة مشاركة في معرض المدينة المنورة للكتاب، لو كلمتني عن هذه النقطة. صحيح، يعني هي لها دور كبير سواء من المؤلفين أو المحققين يعني، وعن العناوين عموما سواء للمؤلفين قدامى، يعني لها دور كبير جدا في يعني ليس في السعودية فقط بل في العالم كله، يعني مهم جدا سواء المؤلف القديم والكتاب طبعه في مصر أو المحققين أو الكتاب اللي هم المعاصرين المؤلفين نفسهم. فهو صراحة يعني ما ينفعش أي دولة ما يكونش فيها مشاركة من مصر صراحة يعني. شكرا جزيلا وبالتوفيق. الله يوفقكم يا رب. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. دار نشر مصرية أخرى بتشارك في معرض المدينة المنورة للكتاب وسط إقبال جماهيري كبير على الأجنحة المصرية المختلفة. يعني معايا صاحب أحد دور النشر، أتعرف بيك؟ محمد مفيد، صاحب دار نشر. لو كلمنا عن مشاركتك في معرض المدينة المنورة للكتاب، وانت كنت قلت لي شاركت قبل كده. دي المشاركة الثالثة. المعرض بقاله ثلاث سنين بيقام، دي المشاركة رقم 3 لينا ان شاء الله. قولي ايه اللي بيميز الدورة الثالثة؟
طبعا استمراريه ان وجود الحدث بشكل مستمر ده بيخلي الجمهور يبقى متواصل بشكل اكبر وعارف ان في معرض بيقام كل سنه في نفس التوقيت، ده بيأثر طبعا على حجم المردود الجماهيري للمعرض، بالاضافه ان طبعا مع كل دورات بيتم تذليل العقبات اللي كانت موجوده قبل كده. السنه دي شايفين تنظيم رائع جدا، شايفين دعايه بشكل مختلف، يعني السنه دي شايف ان الموضوع افضل من السنوات اللي فاتت بكتير جدا. يعني المعرض السنه دي فيه اربع اقسام سواء في الادب او العلوم او اداب الطفل، لو كلمتني انت مشارك بايه؟ احنا ادب، واحنا دار نشر عامه، بس احنا موجودين في سكشن الادب السنه دي، والسنه دي التقسيمه كمان اوضح من كل سنه، يعني حاطين الادب كلهم في جزء واحد، حاطين الاطفال في جزء واحد وهكذا، ده بيسهل كمان للجمهور اللي هو قادر يحصل على كتاب في فرع معين من الفروع بيقدر يروح للتصنيف بشكل اسرع. ممكن بيميز الدوره دي ايضا ان هم خصصوا جزء خاص بالكتب الاطفال والانشطه الثقافيه لدعم الابتكارات والمهارات لدى الاطفال. هو كل سنه بيبقى فيه الاطفال بيبقى لهم نصيب من المشاركه، بس السنه دي عاملين سيكشن كبير للاطفال وعاملين فعاليات برضو مصاحبه للمعرض بشكل مختلف عن كل سنه. طب لو كلمتني بقى عن رايك وشعورك، خاصه ان احنا اكبر تاني دوله مشاركه في معرض المدينه المنوره للكتاب، يعني شيء جميل لكل الكتاب والناشرين المصري. والله هو الدور المصري في الثقافة على مستوى الوطن العربي دور بناء وفعال، وإنجاح أي معرض على مستوى الوطن العربي بيبقى قائم في الأساس على تواجد دور النشر المصرية لما ليها من شهرة، من تواجد، من تسويق، من تأثير، من وده باين جدا في الفترة الأخيرة على مستوى الأصعدة كلها، التواجد المصري على مستوى كل الجوائز العالمية والعربية، مصر دايما تصدر المشهد، فإنجاح أي معرض من المعارض بيبقى قائم في الأساس على التعاون المصري مع هذه الدول. وطبعا المملكة العربية السعودية من أكبر الدول اللي فيه تعاون ثقافي وتعاون بناء بيننا وبين المملكة العربية السعودية على مدار كل المعارض اللي بتقام في المملكة. شكرا جزيلا ليك يعني رانيا، هكذا هي الصورة من داخل معرض المدينة المنورة للكتاب في دورته الثالثة. بدأ الإقبال يتزايد مع خروج الموظفين من أشغالهم، عدد كبير جاء لمشاهدة الإصدارات المختلفة، أيضا في أنشطة ثقافية متنوعة ستبدأ في المساء سواء الأنشطة الخاصة بالأطفال ودعم قدراتهم ومهاراتهم أو مشاركة يعني العديد من الكتاب في الندوات الحوارية منها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على يعني الكتب والإصدارات المختلفة. يعني هنتابع معاكم يوم بيوم معرض المدينة المنورة للكتاب. إليكم مرة أخرى.